بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير يترعص افتتاح الملتقى الأول للحرف اليدوية والثقافية الذي نظمته غرف التجارة والصناعة والمناجم والحرف اليدوية. رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك التقى بمقر إقامته بوفد المجلس المركزي لقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير. مقتل ضابطين في اشتباكات بالأسلحة النارية مع عناصر إجرامية بمحافظة الإسماعيلية شرقية مصر. كانت هذه العناوين، وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير افتتاح الملتقى الأول للحرف اليدوية والثقافية الذي نظمته غرف التجارة والصناعة والمناجم والحرف اليدوية، وذلك بهدف دعم القطاع الحيوي الذي يعد أكثر فعالية في جلب السلام والأمن والعيش المشترك بين جميع أبناء الوطن الواحد، وتطوير هذا القطاع من أجل تحسين ظروف العاملين فيه. وقد حضر المناسبة بعض من أعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية في البلاد. إلى ذلك، شكرت وزيرة الثقافة والتنوع عشتا جبريل رئيس الغرفة التجارية على مبادرته التي تدعم قطاعي الحرف والثقافة، مطالبة المشاركين في هذا الملتقى الاستفادة من حيثياته. ومن جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بأن الغرفة التجارية قد أدرجت ضمن برنامجها تكوين وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وهذا من أهداف الغرفة. وشكر البعثات الدبلوماسية وقادة المؤسسات الكبرى بالدولة، وتستمر فعاليات الملتقى حتى 8 أكتوبر الجاري. التقى وزير التكامل الإفريقي والتشادين بالخارج السفير شريف محمد زين مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، حيث تباحث معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتطور القائم بين البلدين، خاصة في مجال التنمية. وعرب سفير الصين لدى البلاد عن اعتزازه لما وصلت إليه العلاقات بين بلاده وجمهورية تشاد في مستوى متقدم. نظم أعضاء تجمع النساء أولاً مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه من خلاله البداية الفعلية للأنشطة التجمع. وبهذا الصدد، يخبر تجمع النساء أولاً الرأي العام الوطني والدولي بأن إنشاء إعلان التجمع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة التشادية والبحث عن مصالحها في مختلف المجالات. كما أشاد التجمع بالمبادرة التي قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، وهي إعطاء 33 مقعدا في المجلس الوطني الانتقالي للنساء. وتحصلت المرأة التشادية أيضا لنسبة 50% في رئاسة المجلس الوطني الانتقالي. لذا يدعو تجمع النساء أولا كل النساء التشاديات إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في الثقافة، نشر السلام والعش الكريم. أما في الشأن السوداني، التقى رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بمقر إقامته بوفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، وتناول اللقاء كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي بجانب قضية شرق السودان. وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري حول هذه القضية. إلى ذلك، وقف الوفد على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة رئيسي الوزراء والسيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان في ظل تعسر عمل مؤسسات الدولة ضمن الشراكة. ومن جانبه، أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، كما جدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي، ورحب بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع
تمثيل ممكن لقوى الثورة. وزيرة الحكم الاتحادية الأستاذة بوسينة دينار وقفت على الأوضاع بولاية وسط دارفور في أعقاب الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا، والتي أدت إلى تخريب عدد من المنشآت والمؤسسات الرسمية والخدمية. ووعدت الوزيرة خلال لقائها بمكتبها دكتور أديب عبد الرحمن والي وسط دارفور بالمساهمة في دعم وإعادة تعمير البنى التحتية وإعادة تأهيل شبكة الاتصالات التي تأثرت خلال تلك الأحداث بالولاية. وأوضحت الوزيرة أن اللقاء بحث أيضا الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر نظام الحكم بالولاية خلال الأيام القادمة. ومن جانبه أكد والي وسط دارفور أن اللقاء كان مثمرا وبحث كافة جوانب العلاقة مع وزارة الحكم الاتحادي ووضع الضباط الإداريين ومساهمة الوزارة في إعادة إعمار بعض المرافق خاصة في مجال الصحة والتعليم والنقل واستعداد الولاية لإقامة مؤتمر نظام الحكم. وأعرب الوالي عن شكره للسيدة الوزيرة لمتابعتها المستمرة لما يدور داخل الولاية ودعمها اللامحدود لها. أما في الشأن العالمي، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيميني عن عدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددا بطائرة مسيرة مفخخة. وأكد الأمين العام أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، ودعا العثيميني مجددا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومعتمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية. ومن جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى. أفادت مصادر أمنية بمقتل ضابطين في اشتباكات بالأسلحة النارية مع عناصر إجرامية بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر. وكشفت المعلومات عن وقوع اشتباكات مع الإرهابيين في شارع دمنهور بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل ضابطين وأحد المطلوبين الخطيرين. وأضافت المصادر تمت السيطرة على الموقف حيث تم القبض على باقي العناصر، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق. ومن جانبه، قال النائب العام في بيان أن النيابة تلقت إخطارا بمقتل ضابطي شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع متهم مطلوب. وكشف أن تحريات الشرطة قد توصلت لإتجار المتهم ومعه اثنين آخرين في المخدرات، ولذلك أذنت النيابة بضبطهم وتفتيشهم. إلى ذلك أوضح أنه وبانتقال الشرطة لضبط أحدهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية فقتل ضابطين اثنين وبقي اثنان آخرون في المستشفى في حين أكد مقتل المتهم خلال الاشتباكات. إلى هنا مشاهدينا تكاملت نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الوزراء باهيمي باذاكي ألبير يترعص افتتاح الملتقى الأول للحرف اليدوية والثقافية الذي نظمته قرف التجارة والصناعة والمناجم والحرف اليدوية. رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك التقى بمقر إقامته بوفد المجلس المركزي لقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير. مقتل ضابطين في اشتباكات بالأسلحة النارية مع عناصر إجرامية بمحافظة الإسماعيلية شرقية مصر. شكرا على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا الفريق العامل وفي أمان الله.